السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد ما تكلمنا في الدرس اللي فات عن الانسيرشن، بنتكلم هنسيب الديليشن شوية، الديليت في الباينري تري لأن فيها شوية حاجات كده تقيلة شوية، هسيبها شوية للآخر. وهنتكلم في الدرس ده عن الترافيرسل. زي ما خدنا في درس التعريفات، ان الترافيرسل او الترافيرسينج في التري معناها اني ازور كل النودز او كل العناصر اللي في التري بغرض ان اعمل عليها بعض الالجوريزم او بعض البروسيس المعينة. طيب في الدرس ده بقى هنعرف ايه هي الترافيرسل او ايه طرق الترافيرسل اللي ممكن نعملها على التري. لو جينا للشكل ده كده، لو جينا للشكل ده، فعندي 3 مكونة من 3 نودز بلس و 1 و 2. الان اوردر بتقول لي اللي انا هرتب التري تصاعدي، يعني اخد الصغير الاول اصغر عنصر، وبعد كده اخد العنصر الاكبر منه. احنا قلنا طبعا العنصر اللي على شمال النود بيبقى اقل منها، والعنصر اللي على يمين الروت بيبقى اكبر منها. فبالتالي الواحد دي لو البلس دي مثلا عنصر تاني انتجر، فهيبقى البلس دي اقل اكبر من الواحد واقل من الاثنين. فبالتالي اما امشي 1 + 2 يبقى انا بمشي تصاعدي. او ممكن تقول الان اوردر اللي انا احط الساين او العلامة دي اللي هي البلس في مكانها الصحيح، يعني تبقى بين الواحد والاثنين. ما ينفعش تقول مثلا بلس 1 + 2 في الطريقة بتاعتنا العادية، يعني لما تكتب مثلا عملية حسابية لازم تقول 1 + 2، مينفعش تقول بلس 1 + 2. فدي الان اوردر، ده تعرفها، اللي انا يا اما بمشي على عناصر تصاعدي، يا اما لو عندي مثلا الرود ده ساين فالساين ده بيتحط في النص. طيب ايه هي بقى البري اوردر؟ البري اوردر بتمشي ازاي؟ نعمله حاجة تانية. البري اوردر معناها اني اخد الروت الاول اطبعها الاول او اخدها معايا الاول، وبعد كده اخد العناصر اللي على شمال الروت، وبعد كده العناصر اللي على يمين الروت. اخد الروت الشمال اليمين، الروت الشمال اليمين، الروت اللي هو البلس اهو حطيتها، الشمال اللي هو الواحد، اليمين اللي هي الاثنين، يبقى بلس 1 + 2، الروت الشمال اليمين. ده البري اوردر. وبري معناها ان الاشاره متقدمة عن العوامل، يعني البلس قبل الواحد والاثنين، دي او دي روت شمال يمين، او ان الاوبريتور يكون قبل الساين، يكون قبل الاوبريتور، العلامة تبقى قبل الاوبريتور او البلس. بعد كده البوست اوردر. البوست اوردر يقول لك ايه؟ البوست اوردر يقول لك انا مش هاخد الروت الاول، هخلي الروت دي اخر حاجة اخدها بالنسبة لي، بس هاخد العناصر اللي على شمال الروت الاول، وبعد كده العناصر اللي على يمين الروت الاول، بعد كده يعني العناصر اللي على يمين الروت، وبعد كده اخد الروت ذات نفسها، يعني شمال يمين روت، اللي هو البوست اوردر. او ممكن تعرفها بوست، ده يعني معناه متاخر، فتبقى الاشاره دي اللي هي البلس دي متاخره عن الاوبريتور اللي هي العوامل. فمعناها كده، معناها تبقى الاشاره متاخره عن العوامل، او ان اخد على شمال الروت على يمين الروت والإشارة أو الساين. فدول أنت عارفين ممكن تعرف بيهم الإيه؟ اللي هو البوست أوردر والبري أوردر. يبقى إحنا قلنا الإن أوردر اللي هو الترتيب الطبيعي للعناصر، ترتيب تصاعدي بيمشي من الشمال لليمين، وقلنا البري أوردر بياخد الروت الأول الشمال اليمين، البوست أوردر بياخد الشمال اليمين الروت. طيب لو صعدنا الشكل شوية وشفنا الشكل ده، فلو قلنا الان اوردر يبقى انا همشي من الشمال لليمين. طيب من الشمال لليمين تاخد اول حاجه ليه؟ الايه اهي، وبعد كده ملتيبليكيشن، وبعد كده البي، وبعد كده الزائد، وبعد كده السي. طيب ما انت ممكن تقول لي لما في الشكل ده البي شكلها ايه؟ سابقه قبل الضرب، علامه الضرب دي. لا ده مش صحيح، ممكن في الشكل بس علامة
البي ده جاي قبل الضرب، لكن هي الضرب ده لازم يبقى قبل الايه؟ قبل البي، لان كل العناصر اللي على يمين علامة المالتبليكيشن دي هي اكبر من المالتبليكيشن، يعني البي هي اكبر من علامة الضرب دي لو ده انتجر. فبالتالي الان اوردر يمشي من الشمال لليمين. البري اوردر، تعالوا نعملوا بقى البري اوردر. البري اوردر قال ايه هنا؟ قال اخد الروت الاول وبعد كده الشمال اليمين. طب ممكن اعملها هنا؟ طيب اخد الروت اللي هو الايه؟ اللي هو علامة الضرب، الشمال اللي هو الايه. طيب اليمين بقى هتتلخبط هنا شوية، بلس ولا بي ولا سي؟ لا ما تتلخبطش، خد دي كده كسب 3 واعمل عليها نفس العمليات اللي انت عملتها. بري اوردر يبقى العلامة الاول الشمال اليمين بي سي، فده البري اوردر. طيب البوست اوردر بقى، البوست اوردر يقول لك انا هاخد الشمال الاول، طيب اللي هو الايه؟ وبعد كده اخد اليمين الاول اللي هو السب 3 ده. السب 3 ده هتقول ايه؟ اخد اليمين، اخد الشمال الاول اللي هي البي، وبعد كده اخد اليمين بعديها. جميل جدا. وبعد كده اخد الايه؟ البلس. وبعد كده بقى في الاخر ارجع للروت، لان خلصت اللي على شمال الروت واللي على يمين الروت، ارجع للروت ذات نفسها اللي هي البلس. يبقى انا كده عملت الايه؟ الان اوردر والبري اوردر والبوست اوردر. يمكن دلوقتي يكون الان اوردر مفهوم بالنسبه لك، خلاص انا رتبت العناصر التصاعدي، لكن البري اوردر والبوست اوردر ايه الغرض منهم او ايه المفهوم منهم؟ طيب دي في البري اوردر والبوست اوردر يمكن هتعملهم في الجراف اكتر او هتبقى واضحه اكتر في الجراف، ان البري اوردر دي معناها ان اخدها بي اف اس في الجراف، دي طريقة في الجراف اللي انا بمشي على العناصر ازاي؟ بمشي عليها كده من فوق لتحت، فبتلاقي ضرب A زائد BC. لكن البوست اوردر معناها مثلا واحد ماشي في متاهة مثلا، فبالتالي عايز يخرج من المتاهة دي، فيشوف الطريق ده يروح يدور على الطريق ده، يمشي من هنا يروح يدور على الطريق ده على البي على الاي، وبعد كده يرجع هنا هنا ويرجع تاني ويدخل هنا ويرجع هنا. فهي ممكن في التري ما تبقاش واضحه اكتر، بس هتحتاجها كتير جدا وهتبقى من اساسيات في دروس الجراف. فدول الثلاث طرق اللي عندنا في التري، ان اوردر وبري اوردر وبوست اوردر. طبعا الشكل ده جميل جدا، يعني خليه مفهوم او محفوظ في ذهنك دايما، لان هيبقى عندك ايه؟ بسيطه جدا، وتقدر تعملها ان اوردر وبري اوردر وبوست اوردر. هيبقى بالنسبه لك مفهوم. يعني ان اوردر يعني العناصر مترتبه بالترتيب الطبيعي، بري اوردر يبقى العلامه قبل الاوبريتور، بوست اوردر يبقى الساين او العلامه دي بعد الاوبريتور. يبقى دي طرق الترافرسال في التري. عشان في الدرس الجاي ان شاء الله هندخل على الترافرسال ونعملها ككود. يمكن الكلام ده بالنسبه لك حاجه كده اشبه بضرب الخيال، لكن في الكود ان شاء الله هيبقى سهل ومفيش اي مشاكل فيه. وكتطبيق ممكن تعمل الشكل اللي احنا عملناه ده، تعمله كبري اوردر وبوست اوردر وان اوردر. اما تعمل ان اوردر هتلاحظ ان العناصر اترتبت تصاعدي، والبري اوردر زي ما قلنا عليه هتعمل نفس الشكل ده وتكرر كانها ريكيرجن. هنشوفوا الكلام ده هيوضح في كل ارض اكتر، هيتعمل بالريكيرجن. ولهنا ينتهي درسنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.